بصفتك مزارعاً يعالج المنتجات بانتظام، فإن الحفاظ على طعامك آمن للعملاء أمر مهم ويسهل القيام به، من معرفة كيفية الوقاية من الأمراض إلى كيفية التعامل مع أي إصابة في هذا المجال، فإنه في حدود قوتك ويطلب منك القانون الحفاظ على منتجاتك آمنة ونظيفة لعملائك. من أسهل الأشياء التي يمكنك القيام بها هي غسل يديك، هناك عدة مرات في اليوم يجب عليك القيام بذلك، قبل البدء في العمل كل يوم، قبل دخول المنطقة ليتم حصادها، قبل ارتداء القفازات إذا كنت تستخدمها، بعد كل زيارة إلى الحمام، بعد الأكل أو أخذ استراحة الدخان، بعد ملامسة اليد للوجه عند السعال أو العطس، بعد تطبيق وقاية من الشمس أو طارد للحشرات، بعد استخدام الهاتف الخلوي، بعد التعامل مع القمامة، أو بعد جرح اليد أو الإصبع قبل أن تقوم بالضماد. يتم غسل اليدين باستخدام أساليب غسل اليدين المناسبة. أولاً، بلل يديك، ضع رغوة الصابون، افركها جيداً لمدة 20 ثانية، اشطف يدينك تحت الماء، ثم جفف يديك بمنشفة ورقية. لا تلبس القفازات كبديل لغسل اليدين. إذا لم يتم تنظيف اليدين فسوف تلوث القفازات عند ارتدائها. إذا مزقت قفازك عن طريق الخطأ سينتشر التلوث على المنتج. في كثير من الأحيان باتباع هذه الخطوات البسيطة يمكنك منع الأمراض مثل الأنفلونزا أو السالمونيلا، وعندما يكون شخص ما مريضاً بطريقة تلوث المنتج سيتسبب في القيء والغثيان أو الإسهال، ولكن إذا كنت تعاني من هذه الأعراض فقد تكون معدياً ويجب عليك البقاء في المنزل، وإذا لزم الأمر استشير الطبيب. هناك طريقة أخرى للحفاظ على طعامك آمنة للعملاء، وهي ضمان الحفاظ على الطعام جيداً أثناء الحصاد. إذا أصبت بجرح وتلوث أي منتج بالدم فيجب عليك التخلص من ذلك المنتج. إذا كان لديك جرح مفتوح حتى لو كان بسيط فيجب عليك غسله على الفور وتغطيته بضمادة مقاومة للماء أو قفازات مطاطية. من المهم معرفة مكان وجود مجموعة الإسعافات الأولية في المزرعة وكيفية استخدام ما بداخلها. يجب أن يعطيك مشرف المزرعة تدريباً على مجموعة الإسعافات الأولية. إذا كان لديك أي أسئلة اسأل المشرف على المزرعة حتى تكون مستعد في حالة وقوع حادث. تذكر أنك مسؤول عن الحفاظ على مجموعة الإسعافات الأولية الخاصة بك وتخزينها بشكل صحيح حيث يمكن لأي شخص في المزرعة الوصول إليها. إذا كان لديك موظفون في المزرعة فتأكد من أنهم جميعاً يعرفون مكان العثور على مجموعة الإسعافات الأولية. بعض النصائح البسيطة الأخرى التي يجب وضعها في الاعتبار هي: اغسل يدينك دائماً بعد استخدام الحمام أو إذا أصبت بجرح، الحفاظ على منطقة زراعة المحاصيل نظيفة وخالية من الطعام، تخزين جميع المتعلقات الشخصية بعيد عن الحقل، استخدام علب القمامة دائماً، والحفاظ على جميع الأدوات الزراعية أو القفازات في الحقل. تذكر كمزارعين لدينا مسؤولية تقديم منتجات نظيفة وآمنة لعملائنا، من السهل القيام بذلك إذا اتبعت هذه النصائح البسيطة وقوائم المراجعة.